احنا بنتكلم في موضوع حساس، انه ممكن يحصل زعل بين الناس، شيء طبيعي، وممكن الناس تبيع العشرة بسهولة. احنا بقى عايزين نقول انه الاسلام مش بيحب كده، مش بيحب قطع العلاقات، بيحب ان احنا دايما نفتكر الفضل او الخير او الحب او الصداقة او الدم اللي بيننا وبين بعض، وما نقطعوش كده ونبيع بالسهولة دي. خلينا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. خلي بال حضرتك، هي قضية الفضل وربنا بيأمر بمسألة الفضل دي، دي علاقة اللي هي خلينا من اللي هي العلاقات الإنسانية. الله عز وجل يريد أن يحافظ على العلاقات الإنسانية، اللي هو ما فيش حد يقدر يعيش في هذه الحياة، ولذلك يقول لك الإنسان مدني بطبعه. فأنا ما ينفعش، أنا مش هقدر أعيش لوحدي في الحياة دي كلها، أطلع كده ما لقيش ناس، ما لقاش بشر خالص في الدنيا دي. تخيلي كده، يعني الواحد يبقى احنا أيام في الكورونا لما بس اتحجزنا بس شهر وشهرين كده، فالواحد بقى حاسس إن هو يتجنن يعني. طب فما بالك لو الإنسان عايش كده لوحده في هذه الحياة؟ ما يقدرش. فالإنسان مدني بطبعه، هو يحتاج اللي هو أن يتعامل. في سفينة نوح الله عز وجل أمر سيدنا نوح إن هو بياخد معاه من كل زوجين إيه؟ اثنين، فيبدأوا يبقى في تعامل مع بعض. لكن أحيانا في هذه غمرة الحياة بيحصل في مشاكل، ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى قال اوعوا في غمرة المشاكل دي تنسوا الخير اللي كان ما بينكم، والآية ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن كانت الآية وردت في سياق من أقدس العلاقات الإنسانية هو علاقة الزواج، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وبيتكلم عن علاقة من أقدس العلاقات الزوجية في أحيانا في غمرة الحزن الرهيب، وخاصة في التأثر بالفراق، لما الاتنين بقى هيبدأوا بقى اللي هو قضية الفراق، ما حدش بقى لا يحصل الغيبة ولا تحصل النميمة ولا يحصل يقول له والله ما رأيت منك خيرا قط، وهو يقول لها ما أنا ما شفتش مني خير أبدا ولا يوم حلو أبدا. لا، ولا تنسوا الفضل إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. وهنا حاجة عجيبة جدا، يعني لما أقف مثلا الله عز وجل يأمر بالعفو، وبعدين يأمر إن هو بيقول يا جماعة خلي بالكم ما تنسوش الفضل، مع إن الإنسان ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، كما في بعض الأقوال يعني، أو إلا أنه يأنس بآخر، يعني آنس من جانب الطور نارا. لكن لو خلينا بس القول الأول اللي هو بالنسيان، والإنسان أصلا بينسى، النبي قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيلي الإنسان كده كده بينسى، طب والنسيان ده أمر بإيدي أنا ولا أمر جبلي طبيعي؟ ده مش بإيدي أنا، يعني مش بإيدي اللي أنا أنسى ومنساش، ده هذا بيد الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ربنا بيقول يا جماعة ما تنسوش، اللي هو يؤكد على طب إزاي يا رب هو مش في إيدي؟ لا، هو هنا ولا تنسوا الفضل بينكم، اللي هو أنت عارف عدم المبالاة، قلة الاهتمام، إن هو بقى يبدأ يجيب الحاجات الوحشة ويبدأ يطلعها، يقول لا ولا تنسوا الفضل إيه بينكم. ده دي في اقدس العلاقات اللي ايه؟ اقدس العلاقات الزوجيه. فواحد يقول يعني ده خاص بالازواج او بالحياه الزوجيه فقط؟ لا، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اتنين جيران مع بعض ولا تنسوا الفضل بينكم. اتنين اصدقاء مع بعض وحصل مشاكل ولا تنسوا الفضل بينكم. واحد قدم لك معروف، ما تجيش بعد كده وتنسى المعروف، زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما راح الطائف وقعد شهر يدعو أهل الطائف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء عظيما عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن سيدة عائشة بتقول له هل في يوم جه أشد عليك من يوم أحد، الهزيمة اللي حصلت دي؟ فبيقول أنا ما شفتش أشد من يوم الطائف أما سلطوا علي السفهاء والصبيان، وهو راجع مكة، مكة قالت له مش هتدخل، يعني أهل مكة قالوا مش هتدخل، فدخل في جوار المطعم ابن عدي، وكان عنده 4 أولاد وكل واحد اداله السيف كده، وطلع يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة، وقال محمد في جواري، فقالوا له إن مثلك لا تغفر ذمتك أبدا، لا هنحافظ على الجوار. لما جه في غزو بدر 17 رمضان 2 هجرية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان فيه أسرى من المشركين، قال لو ما انسهاش للمطعم ابن عدي، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لوهبتهم له.
فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش بينكر المعروف أبدا عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا الفضل بينكم. سيدنا كعب، وأختم بحتة معلش أنا آسف، سيدنا كعب بن مالك لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وقعد 50 ليلة، قصته حلوة جدا إن شاء الله نبقى نحكيها في حلقات كده، 50 ليلة، وقول لي درجة أنا بقول السلام عليكم ومش عارف هم بيردوا السلام ولا لا، بيتمتموا ما مش عارف، فحاجة يعني تنكرت له حتى الأرض. ومع ذلك أول ما تاب الله عز وجل عليه، وواحد من الصحابة عرف، سيدنا طلحة عرف إن ربنا تاب على كعب، جري على طول على سيدنا يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك.